السلام عليكم. مرحبا بالشرح الديفرنشال مانوميتر. أعطى الجهاز بقيس فرق الضغط بين أي نقطتين. الثاني سألني شو الفرق بينه وبين الموضوع اللي قبله. اللي قبله كنت أقول لك افرض هاي فتحة، مش المسار هذا مشان تحسب الضغط، هذا مسكر، فبالتالي تحسب فرق الضغط. يعني يا بكون موثق النقطة هون، ضغط النقطة هاي أو ضغط النقطة هاي، أو بكون إيش طالب فرق الضغط بينهم، يعني بده بي إيه ناقص بي بي والعكس، تمام، او العكس بيطلع نفس الجواب ولكن ثالث. تمام، بس لو هذا الشكل اللي قدامي انا لك، هذا السائل زئبق مثلا، او الى هو عباره عن جاما 3، هذا جاما 2 وهذا جاما 1، قلت لك احسب لي فرق الضغط بين A وB. شو بقول لك؟ شو ضغط النقطه A بيساوي؟ اشتغل انت، ضغط النقطه A بيساوي ضغط النقطه B. بعدين شو بعمل؟ انزل المسافة، هي اختلاف السائل من هون لهون، كمان بنزل المسافات عمودية، انزلت يعني موجب جاما 3 H3، بعدين من هون لهون انا شو بعمل؟ بنزل اختلاف السائل هون، بنزل هون ايش؟ بنزل برضو جاما 2 H2، بعدين انا من هون لهون طلع كي ناقص جاما 1 H1. فاذا بدي فرق الضغط بي اي ناقص بي بي تساوي الحدود هاي، بدي بي بي ناقص بي اي بس بعكس الإشارة، بس بدي أجي من اليمين، من اليسار لليمين، ضغط النقطة بي بيساوي ضغط النقطة اي، اثنين من هون لهون نزلت زائد كما 1 اك 1، اثنين أنا من هون لهون طلعت بحكي ناقص كما 2 اتش 2، اثنين أنا هون لهون طلعت بحكي ناقص جاما 3 اتش 3، طلع عندي فرق الضغط بين بي و اي كذا عكس اشارة هذاك، ما بفرق اذا مشيت من هون لهون او من هون لهون. تمام، ايوه جاما 3 اتش 3 ناقص هاي. عندي الانفيرتد يوتيوب مانوميتر، ببساطة لو انا قلت لك دي هون دي هون ايش سائل، هذا اسمه سبيسيفيك جرافيتي 1، السائل سبيسيفيك جرافيتي 2، انه هذا سبيسيفيك جرافيتي بشكل عام، بقول لك احسب لي فرق الضغط بين A و B. ببساطه شوف من التشير يعرف انه هذا سائل، هذا سائل من هون لهون سائل مختلف، فانا ايش بعمل؟ بمشي مثلا بدي ضغط اوكي عباره عن ضغط A، بعدين انا بدي اطلع لوين؟ بطلع اطلع لهون ولا لهون ولا وين؟ اختلاف السائل، اختلاف السائل من هون لهون شو بحكي؟ ناقص جاما، لو فرضنا هذا 1 1، انا من هون لهون زلت زائد جاما 2 اتش، انا من هون لهون نزلت بحكي زائد جاما، هذا نفس هذا جاما 1 2، بس هيك حسبت الضغط بين بي و اي. عندي هذا السؤال find the pressure at point B، حكيت لك انا سؤال كثير كثير كثير، حكيت لك احسب الضغط عند بي. تمام، طلع المعطيات انا وين ضغط اي؟ طلع ضغط اي، طلع شو ما يعطيني؟ يعطيني اتش اي تساوي 2 متر فوتر. اها ما يعطيني اتش، يبقى انا بعرف انه الجاما في اتش بيساوي البرشر، الضغط عند اي عباره عن 2 جاما، جاما كم؟ 9810، هذا ضغط ايه؟ تذكروا فكرة ضغط الاتموسفير نفس الاشي، 2 في 9810. شو بعمل انا؟ بحسب فرق الضغط بين ايه و بي. شو بعمل؟ بي كالتالي، بي بي تساوي بي ايه معي فوق، بعدين انا من هون هون بدي اطلع اختلاف السائل، عندي اختلاف السائل ناقص جاما الليكويد سبيسيفيك جرافيتي لو واحد، يعني 9810 المسافة هاي 300 مليمتر، يعني بقسم على 1000 يعني 0.3. إن أنا من هون المستقيم، إن أنا من هون لهون زلت موجب السائل سبيسيفيك جرافيتي له 0.8، بحكي 0.8 في 9810 اتش كم؟ 150 يعني 0.15. إن أنا من هون هون بنزل موجب السبيسيفيك جرافيتي واط إله 1 يعني 9810
3.1 طبعا الناتج بالباسكال ضغط ايه هي فوق طبعا ضغط باسكال جاب الميجا باسكال بقسم 10 قوة 6 بالكيلو باسكال بقسم 1000 يو بي ايه بيساوي 2 في 6 اثر 100 في 10 نشوف شو انا كاتب على الشاشة صح لا خربيش ناقص 0.3 في 6 اثر 110 تمام 15 في 0.8 في 6 اثر 110 تمام 0.1 في 6 اثر 110 اللي بعده هذا كثير مهم اذا انفيرتد يوتيوب مانوميتر كلينج اويل سبيسيفيك بروفيتي بوينت اوكي 0.9 بشر ديفرنشال بتوين تايبس اي اند بي تايبس بتوين تايبس اي اند بي يعني الفرق الضغط بين اي وبي يعني بي اي ناقص بي بي بتساوي سالب 5 كيلو باسكال طالب مني قيمة اتش طالب مني قيمة اتش تمام هو حكى لي بي اي ناقص بي بي تساوي سالب 5 كيلو باسكال يعني سالب 5000 هو الاول تريك لما يعطيني هاي المعادله طب انا شو بدي اعمل هسه خليها جنب اكتبها فوق بي اي ناقص بي بي تساوي سالب 5000 انا دائما بالباسكال الناتج النهائي بحوله كيلو باسكال يلا بدي ضغط النقطه بي ناقص بي يعني بي اي في اليسار يعني بدي ضغط النقطه اي بي اي يساوي ضغط النقطه بي بعدين بدي اطلع من هون لهون ايش اختلاف السعر اختلاف السعر بحكي طيب بحكي ناقص 3 ووتر ايش القامة لها 3110 بعدين انا هون لهون زيت شو عملت طلعت ناقص مسافة هاي كم مسافة هاي اتش في هاي اتش هون لهون اتش ناقص السبيسيفيك جرافيتي لو كم 0.9 9810 اتش المسافة من هون لهون ايش زلت السبيسيفيك جرافيتي هاي مي 3310 الارتفاع هذا كم 0.2 0.9310 سالب 9 في 6310 في اتش سالب 3 في 6310 بي اي ناقص بي بي بيساوي سالب 5000 تطلع معي اتش يعني اقرب هذا السؤال اختلاف السائل هون ريفليكشن هدف عندي ارتفاع هذا من هون لهون هيو يا اتش لكن ارتفاعنا من هون سنت بايب سنت اي 0.2 ما بحكي اتش او 0.2 ناقص اتش وهكذا هيا انا شرح لك اياها طلع من 3 ل 2 بعدين ل 1 تمام ميركوري نوميتر اون ذا فيكر ديفرنشال ريدنج اوف 3 متر ذا بريشر تايب اي بيساوي سالب السؤال مره ثانيه ركز ميركوري مانوميتر اوف فيكر انديكيت ذا ديفرنشال ريدنج 3 بقول لك المانوميتر عندي فرق ضغط فرق ارتفاع 0.3 The pressure pipe A is 30 millimeter Hg يعني زئبق بكم ركز بكم يعني سالب A عندي سالب 30 millimeter يعني 30 على 1000 ايش جامعة 9310 specific gravity للزئبق مش مكتوبة بس هي بنعرف انها هي 13.6 ضغط A كوجة ضغط عند B يلا ضغط B يساوي ضغط A لما نبلش ننزل نزلة شو بنحكي ضغط من هون لهون نازل بحكي موجب مسافة هاي 15 9110 لأنه هذا مي إن أنا اختلاف السعر حدث عندي نزلت قديش نزلت هاي المسافة موجب 3 9810 في كثافة في specific gravity للزئبق هي 13.6 يعني أنا من هون لعند B بعد في سالب specific gravity للزيت هي point بالعادة ارتفاع هذا من هون لهون هو 45
ماي 9,100 ما شاء الله. تمام، بي اي هي فوق ما قطبت بي. لا شوف الحل هون، بي بتساوي بي اي 15 في 9,310 زائد 13.6.3 في 9,310 ناقص 45 لأنه بحسب اللي عند بي 9,310. بي اي لحاله بيساوي هيك، ذلك بسبب انه في كم 10 حطته سالب. في عند الانكلايند كيوب مانوميتر اخر موضوع بهذا الدرس، كانه هذا اخر موضوع. بحكي لكم بكل بساطه انه هذا بيكون مائل. لما يكون مائل شو بدي اعمل؟ ببساطه لما يكون مائل انا دائما بحسب الدفعات العموديه. كيف يعني؟ بدي احسب الضغط عند بي مثلا، بحكي ضغط ايه تمام زيت لتحت موجب موجب اتش اي في جاما 1 اتش 1 جاما 1. انا بدي اطلع اختلاف السائل ماشي وين هون اختلاف عندي. انا بحكي المسافه هاي بدي انا بدي المسافه هاي تمام. هيك بتصير انت تحكي المسافه كم ببساطه هاي ال2 هذا وهاي الزاويه ثيتا. فهاي الزاويه ايش هذا الارتفاع كم 2 ساين ثيتا. بتلاقيني طلعت لفوق سالب جاما 2 في ال2 في ساين ثيتا. المسافة من هون لهون بأخذ أنا دائما مسافات عمودية، بأخذ أنا دائما بأخذ مسافات عمودية توساين ثيتا. والأخيرة جاما 3 H3 يعني دائما أي إشي مائل تعمل بدي أحلله لواي، دائما لواي بتحلله لواي. لهذا مثال يقول لك what is the pressure the center of the pipe بتضغط عند بي. يلا ضغط عند بي بي مساوي الفتحة فتحة هي فتحة زيرو. بعدين أنا بدي أجي اختلف السائل عندي هون، اختلف السائل عندي هون، أنا إيش بحسب الارتفاع هذا. أنا معي الارتفاع ارتفاعية الارتفاع هذا تمام. يعني معي إيش؟ معي هذا الارتفاع هاي 3 4 5 يعني هاي المسافة قد ساين وهي المسافة ساين. هذا الارتفاع كم بده يكون؟ طوله 50 فبحكي 0.5 50 سنتي 0.5 ايش الارتفاع 3 على 5 تمام. انا ايش هذا الارتفاع الكلي؟ انا بدي ايش الارتفاع اللي بالزهر قديش يعني راح منه 0.1 يعني هذا بيكون عندي عبارة عن 0.5 3 على 5 بس 0.1 جا بعيد. أنا بدي المسافة هون لهون، المسافة تكون عبارة عن مسافة هاي تمام ناقص المسافة الصغيرة هاي. المسافة الكبيرة كم؟ طول الوتر 3 على 5 ميلتها حللتها. المسافة إيش؟ بوينت. أحكي أنا إي بي تساوي أول شيء زيرو. أنا نزلت موجب 0.5 في 3 على 5 ناقص 1 بعدين ايش في الجامعة 20 ضربتها في 1000 لانها هيك كيلو نيوتن يعني 20,000 بعدين انا طلعت من هون لهون بحكي ايش سالب 0.5 10 1000 ايش العشرة اللي هي الجامعة معي سالب 1000 يعني سالب 1 كيلو باسكال بناءً تميز قليل عندي الوتر فعليا هيك بدي ارجع ارسم لك اياها. انا الوتر دي هيك تمام. انا بدي الارتفاع ارتفاع عبارة عن ايش؟ هاي الزاوية ثيتا هذا الطول 50 او 0.5 بحكي هاي 50 ساين ثيتا تمام. من الارتفاع باخذ ساين الزاوية مع الارض. هاي ثيتا مش معطيني اياها، معطيني 4 و3 يعني انه هاي 3 وهاي هاي 4 هاي 3 يعني انا بضرب هاي ساين ثيتا بتصير 3 على 5 تمام. انا هاي بتكون المسافة من هون لهون ايش؟ انا بدي المسافة هاي صغيرة ايش بعمل؟ بطرح 0.1 هاي تمام. السؤال نفس الفكرة inclined tube manometer the pressure at point A is 6 PSI the fluid on both the pressure A and B is water يعني الضغط هون وهون هو مي مش الضغط السائل. كل and the gauge fluid in manometer is specific
2.6 يعني المانوميتر هذا 2.6 سبيسيفيك جرافيتيلو بكم الضغط الله اي بي يساوي ضغط عند ايه يعني شو بعمل من هون لهون بنزل بنزل يعني موجب الجاما للمي هي 2.4 ايش بضربها في 3 3 على 12 ليش مش انا احول لفيت ان المسافه من هون لهون هي 8 مائله وهي الزاويه 30 انا طلعت من هون لهون 8 ساين 30 سالب 8 على 12 ساين 30 طبعا ايش ضرب الجاما للميركوري السائل هذا سبيسيفيك جرافيتي لين المسافه من هون لهون هي 3 كل شيء بطلع 62.4 هذا واتر تمام نركز انه بي اي بالبي اس اي انا لازم احوله للفيت تربيع فبضربه ب 104 وطلع من خلاله ضغط فيه طيب طلع عندي هذول السؤالين طيب بنحلهم بسيط تمام السؤال هذا بسيط جدا وات از ذا بريشر اوف ذا اير تانك اذ ال1 كذا ال2 كذا ال3 كذا بالسانتي ركز على الوحدات سهل الضغط هون الهواء هون احنا حكينا ألف مرة انه الضغط هون هو نفسه هون هو نفسه هون في حالة الهواء تمام يلا شو بعمل الضغط هون بي2 تساوي بي1 انا ايش بده ما جابش ابسوليوت او جاج اعتبره زيرو اعتبره جاج زيرو بعدين شو بعمل وين السائل اختلف عندي هون بمد خط نزلت لتحت بحكي موجب ال3 ال3 كم 80 سنتي يعني 0.8 هذا ميركوري الميركوري بحكي 13.6 في 9810 بعدين انا من هون لهون عندي هواء عندي هواء ينضغط هون نفسه هون نفسه هون نفسه هون نفسه هون يعني ايش فعليا زائد صفر او ناقص صفر ناقص صفر انا لما يكون عندي في هواء بين اختلاف السائل يعني زيرو بعدين انا بدي احسي مسافه من هون لهون وين اختلف السائل عندي اختلف عندي هون يعني ايش انا نزلت يعني موجب ال1 كم ال1 40 سنتي وهذا الايش هذا الزيت كم سبيسيفيك جرافيتي له 0.8 3810 يلا 0.8 في 13.6 في 9810 بعدين ناقص 1 في 0 ما قلت لك 0 ما عندي 1 اللي هي 100 سنتي بعدين 0.4 اللي هي ال1 في 9310 في 0.8 100% الحل طبعا في عندي differential او measuring pressure drop انا السائل فعليا لما يمشي مثلا زي هيك ضغط عند واحد المفروض انه نفس الضغط عند اثنين لانه عندي سائل بس بيكون في عندي هون مانوميتر بتنتج من خلاله انه الضغط تغير او اقل شو بعمل نفس الطريقة بحكي بي 2 بدها تساوي 1 زائد ليش زائد انا وين اختلف السائل عندي اختلف السائل عندي هون تمام فانا نزلت من هون لهون هذا ايش اسمه رو 1 رو 1 في جي يعني رو 1 في اللي هي جاما بعدين المسافه هاي كم اي زائد اتش بعدين انا من هون لهون طلعت بحكي سالب هذا رو 2 رو 2 في جي في اتش المسافه من هون لهون عباره عن سالب طيب رجع رو 1 جي اللي هي جاما في ايه تمام لما تحلها بطلعش صفر المفروض يطلع صفر فرق الضغط المفروض يطلع صفر بتلاقي انه ما طلع صفر في فرق بسيط بس هيك قانونه بقيس فرق الضغط عندي هنا مثال differential mercury manometer is connected to pressure taps and inclined pipe shown water is 50 فهرنهايت عشان الحرارة reflection of mercury in manometer is 1 inch يعني هذا delta H 1 inch find the change in basometric pressure ركز change in basometric pressure basometric pressure هو B زائد جاما زد الفرق بين هذا وبده البشر هيد كمان يعني بده B على جاما زائد زد between 0.1 and 0.2 جاما A 62 جاما B 874 لما بدك تحله ببساطة تحكي B2 تساوي B1
كان بظل نازل لعند ما يختلف السائل، اختلف هون بحكي زائد دلتا واي، تمام، زائد دلتا اتش، نزلت هاي المسافة كاملة، هاي دلتا واي زائد دلتا اتش، هاي كاملة ايش؟ سائل هاد، بصراحة شو السائل هاد سميه جاما ايه او جاما ون. ان انا من هون لهون طلعت بحكي سالب المسافة هاي دلتا اتش جاما تو، بعدين المسافة من هون لهون ايش هي؟ عبارة عن دلتا واي، انا طلعت سالب السائل هذا جاما ون، والايش هذا ايش؟ عبارة عن دلتا واي زائد زد تو ناقص زد ون. أيوة هاي المسافة من هون لهون زد ناقص زد ون، والمسافة من هون لهون دلتا واي اجمعهم. أيوة هذا اللي صار عندي. بعدين شو عملت؟ فتحت المعادلة بدلالة زد ون أن زد تو. بعدين شو حكالي؟ هو أصلا طالب تغير بالبزمتريك بريشر، يعني مش معطيني الزدات. عملت يعني تطالب هذا، رحت قسمت، رحت المعادلات كرياضيات، يعني هيو ها أخذت العوامل المشتركة أو إنه أخذت مع جنب، خليت دلتا اتش، حطيت المعادلة هاي قسمت على جاما ايه، بعدين حليت طلع معي اخر شيء هذا الجواب، بدي تشينج البريزمتريك بريشر جاما اتش. تمام هيك ان شاء الله خلص هذا البارت. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عن الفورسز في هذا الشابتر، وهذا موضوع جدا مهم باذن الله. يعطيكم الف عافيه.